عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم طاجين الزيتون بلي بولات تاع الفيونداشي، ولا ما عندكش الفيونداشي ديري البولي اشي وصايي. هنا في المقادير عندي طرف تاع الدجاج، عندي حبه طوماطي صغيره مقطعتها طروفة، حبه تاع بصل رابي، ملح. الملح ديري قرصه برك باسكو على تبعين الزيتون تاعك كي داير. ديري الكركم، سكينجبير، زعفران، واحد رند، وديري الزيت وقعدي تقلي كيما هكا. وكيما شفتوا راني وريتكم الزيتون تاعي اللي غليته، درت فيه شويه تاع تعليم ومغرف صغيره تاع السكر باش يجينا مليح. وهنايا من بعد اللي تخللت لي هذوك كل المقادير، زدت هنايا حبه تاع زروديه يعني تاع جزر قطعتها دوائر هكا، خليت شويه ومن بعد بديت نمرق. دائما مرقي على حسب يعني الكميه تكوني ديري فيها، ومرقي بالحامي ماشي بالبارد كيما هكا. وبلعي عليها، انا درتها في كيكوطه، بلعي عليها وخليها طيب كيما كتشوفي كيما هكا. ومن بعد اللي طابت وخرت هذاك الدجاج تاعي، حطيت هذاك الزيتون بعد اللي صفيته، بلعت من هذيك الطرف تاع الليم وحطيته في هذيك لاصوص كيما كتشوفي. زيدي كامل الطياب تاعه، نعرفوا بلي الزيتون يكون قاسي والناس كاينين بزاف اللي ما يقبلوش ياكلوه كيما هكا. من بعد اللي طاب شويه، ما بلاتش الكيكوطه، بلات الكيكوطه يعني المعذيره. ومن بعد كي حسيت بلي بقات شويه تاع لاصوص، ارمي داك الفيونداشي، درت فيه ملح، فلفل اسود، درت فيه شويه قزبر وشويه تاع لاشابلي باش تشرب لي هذيك ليميديتي اللي فيه. انا ما نديرش فيه البيض كيما هكا، وحطيته يتجمر على حسب ما لاصوص شويه تاعها نقصت كيما كتشوفي هكا. يعني كي دير ترمي الزيتون وتقلعي داك الدجاج، بلعي الكيكوطه باش الزيتون يزيد يكمل طيابه. هاي وينا. ومن بعد اللي كملت الطياب نتاعها كاع شويه نقصت هذيك لاصوص، وانا قدمته. وحنايا في الغرب منا نقدموهم مع الفريت، يعني ما نقدموهش غير كيما هكا، يعني كانه وجبه كامله. درت معاها سلطه انايا، وهذاك الطرف تاع الدجاج حمرته، درته في المقله شويه تاع زيت حمرته، ما بغيتش نوري لكم، حطيته بجهه. واي وين هذه هي المقادير نتاعي. شوفي كي يجي داك الزيتون يقعد شاد على لابغيونس تاعه، مرقه بنينه تقدري تقدميها حتى في اي مناسبه. ونتمنى الطريقه نتاعي هذه تعجبكم، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.